العدالة بتنادي، هيحصل إيه لو الأبطال الخارقين جربوا يشتغلوا في وظائف يومية طبيعية؟ ميجا بوي عنده مواهب كتيرة جداً، وفي تخصصات كتيرة مهمة جداً في العالم، مش قادر تقرر فوراً. احتمال هيكون دكتور؟ أفتكر إنه هيستمتع بده. وهنا بتوصل أول مريضة. هاي يا دكتور، أنا حاسة بشوية ألم غريب هنا وهنا. ما تقلقيش، إحنا هنهتم بيكي. بعد ثانيتين أشعة إكس بتكون جاهزة. دي عملية آمنة وبسيطة جداً. يا دكتور، أنت ميجا مدهش. ممكن تكشفلي على صدري كمان؟ في حاجة مخوفاني في الناحية دي. رعاية المريض هي أهم حاجة عندنا. أوبس، ميجا بوي بالغلط ضرب شعاع ليزر. آسف جداً، دي كانت حادثة. لكن المريضة المشوية مش حاسة إنها ممكن تسامحه، رغم إنها اتخلصت من شعرها بعد ما راح. في الغالب لأن الحرق سبب مشاكل أكتر، وبالنسبة لميجا بوي كمان. اطلع برا عيادتي، انت مفصول. ايه؟ وكأنك عمرك ما غلطت قبل كده؟ مش مهم. لما القوارض بتوصل لشقتكم، الحياة الهادية بتطير في الهواء. خدمة مكافحة القوارض، لو سمحتوا تعالوا بسرعة. الموقف ده مش حلو، لكنها مش هتكون مشكلة. في قادم جديد للإنقاذ. كاتجر تقدر تصطاد الفار أحسن من أي سم. هي عندها أنف مميزة جداً في شم القوارض. انت اهو، تعال هنا. هي مش هترتاح لحد ما تمسكهم كلهم. الصيد سهل جداً لدرجة إنها عندها وقت تاخد بريك من لعبة القط والفار اللي بتلعبها. أوكي، كلهم خلصوا. واو، إيه الخدمة الممتازة دي؟ دي شكل الخدمة من المحترفين الحقيقيين. سبايدر جيرل اعتزلت من مدة طويلة، لكن واضح إنها مش هتفضل قاعدة على الكنبة. هي عندها فكرة هايلة لبداية مشروع، هدوم معمولة من خيوط العنكبوت. واو، إيه السويتر الحلو ده؟ أنا بحب منتجات الهاند ميد، أنا هشتريه. اتفضلي، أتمنى تستمتع بيه. لكن مش سهل خالص إنك تفرحي كل الزباين. في عندك الأسود من ده؟ اللون مش عاجبك؟ مفيش مشكلة، سبايدر عندها حل مبتكر، إحنا ممكن نصبغه حالاً. فوالا، دلوقتي بقى مثالي. ده فاخر جداً. واضح كده إن سبايدر جيرل لسه كسبانة زبونة تانية. انتوا فاكرين إنه سهل تخلوا العالم كله يخاف منكم؟ إطلاقاً، كلو مان هيرد. هو زهق من إنه قاعد فاضي. ده وقت اكتشاف قدراته الإبداعية. تصفيف الشعر. مساء الخير، أنا محتاجة بس شوية من الأطراف. التحدي اتقبل. واضح كده إن صوفي مش هتبص عليه خالص. هي واثقة في الستايلست جداً. مقص؟ كلو مان عنده حاجة أحسن بكتير. وهو مدهش في عملها. هي طلبت إنها توضب الأطراف بس، لكن ما حدش يقدر يوقف الفنان. واللمسات الأخيرة. خلصنا. دي كارثة. أنت إزاي عملت ده فيا؟ المخالب دي. طيب، النتيجة مدهشة. أيوة، المشي من الصالون في مود وحش مش بيكون خطير. الفنان ده مش بيقبل أي زباين مش راضيين. مين كان يتخيل إن ميجا بوي هيعاني صعوبات في العالم الحقيقي؟ المشكلة مش إنه البطل الخارق يعرف يقعد ورا مكنة دفع الفلوس، لكنه جعان، فهو مضطر يشتغل. ودانه بتزن من صوت الصفارة المستمر. لا، واضح إنه مش قادر يعمل سكان للكود تاني. طب لو قريتها بأشعة الليزر من عينيك، بس خلي بالك علشان تظبط مستوى الطاقة. وبس، حولت الدورة لإفشار. الزبونة شكلها مش مبسوطة خالص. أنت بوظت الدورة بتاعتي. أنا عايزة أتكلم مع المدير. مش عايزة شوية فشار؟ المديرة هنا فعلاً. ميجا بوي دلوقتي هيواجه مشكلة. اسمع يا مايكرويف لابس كاب، أنت طير من هنا حالاً. ارجع دور على وظيفة. هو أنا عملت إيه أستاهل عليه كل ده؟ من بين كل زمايلها، بلو جيرل هي أكتر واحدة محظوظة. قوتها الخارقة طلعت مفيدة جداً في التمثيل.
هي دي الموهبة، الممثلة دي ممكن تمثل أكتر من دور في وقت واحد. ده هيوفر جداً في تكاليف الإنتاج للشركة، شخصيات مختلفة ما اتعملتش قبل كده أبداً مع بعض. إيه الأداء ده؟ إيه الإحساس ده؟ لكن حتى بلوجر مش هتفضل تمثل للأبد، مفيش حد عنده مناعة من إجهاد الإبداع. أنا محتاجة البريك، شوية قهوة صغيري وهرجع تاني للتصوير. ده يوم شغلي طبيعي في مكتب عادي، أو شكله بيبان كده. يا ترى الأبطال السوبر هيعملوا معاه إيه؟ ده؟ واو، هو الغاوي مقالب ده جه منين؟ مفيش حد مقتنع إن جنينه العادي بقى بيخوف تاني، ودلوقتي هو بيشتغل أنيميتور. غاوي المقالب متعود إنه يكون مخزن نكت، وإن يدفع له كمان فلوس كويسة، لكن واضح إن العمال مش مبسوطين. كلب بالونة؟ أكيد. ممكن تخلي بالك أكتر؟ أي حاجة علشان الفلوس. على أي حال مجموعة الحفلة دي محتاجين شوية توابل، خلي الأنيميتور يغير. طيب، ممكن لشخصية باد بوي؟ إيه؟ مستحيل، ولا حتى علشان البقشيش؟ طيب، ده مختلف. واو، يا ترى غاوي المقالب هيسمع كلام؟ ده لبس كأنه خصمه. طيب، انتوا مبسوطين دلوقتي؟ برافو، مدهش. أيوة، احنا بنحبك جدا يا باد بوي، انت مدهش. ممكن اتصور صورة؟ ليه الناس كلهم بيكرهوا الأشرار السوبر؟ ده حتى باد بوي مش حلو كده خالص. انتوا بتقفوا في صف مين؟ الأشرار ولا الأبطال السوبر؟ عرفونا في التعليقات. واو جيرل، هي أحسن نوع في الموظفين، مش بتقابلوا ست قوية وصعبة زيها كل يوم. انت عملتي ايه؟ وده كمان؟ ده ولا حاجة بالنسبة لها. هي أحسن موظفة لاختبارات التصادم. طب لو كانت زي دي؟ أو دي؟ هتقدر تستحملي هامر ثاندر بوي؟ هي تستحق بجد لقب الأقوى في الكون. يلا نسجل ده. طب يا ترى هتقدر على الأقل تصد ضربة مباشرة من المضرب؟ واو، احبط تاني للأسف. اقبلي ده يا إنسانة، مش هتقدري تهزميني، رغم إن التجارب بتاعتك بترضي الإيجو عندي. استمري. يا ترى فلاش بوي ممكن يشتغل فين تاني لو مش في خدمة التوصيل؟ طلب جديد في الناحية التانية من المدينة؟ مش مشكلة، الموظف ده نعمة، ده سريع قوي. مع شاب زيه ممكن تكسبوا أول مليون ليكم في أسبوع أو أقل. اتفضلي بيتزا، استمتعي بيها، سريع جدا. أيوة، فلاش مش ممكن يعملها بأي طريقة تانية. واو، دي لسه سخنة قوي، خدمة ممتازة. طيب أنا لازم أمشي. واو، هو ده كان إيه؟ أسرع ولد توصيل في العالم، حتى المديرة بتاعته مش قادرة تتعود على سرعته. فلاش بوي وصل لقبض الشيك بتاع مرتبه. أنا وصلت كل طلباتي، اتشيك لو سمحتي. حاجة تكسف إن فلاش بوي نسي تفصيلة واحدة صغيرة في محل البيتزا ده، بيدفعوا بالساعة. إيه؟ بجد؟ ادفعي لي شوية فلوس حقيقية. أنت اشتغلت 5 ثواني، متوقع أي نوع من الفلوس؟ دي إهانة، شركتك ما تستحقش خدمتي السريعة. أنا بستقيل وهلاقي حد يقدرني. الجدة سو كبيرة جداً لدرجة إنها مش قادرة حتى تشيل إبرة، لكن الحيطة المملة الفاضية دي بتشوه إحساسها بالجمال. ده وقت تعليق اللوحة دي. ألو، هاندي مان، أنا محتاجك تعلق لي اللوحة دي على الحيطة، أنت جاي؟ أنا مستنية. أحسن طريقة تضيع الوقت هي إن أنا أنام شوية. مين هناك؟ مش كل يوم ثاندر بوي بيظهر علشان يساعدك. هامر بوي من خدمة التثبيت، اتفضل خد الصورة دي. أوكي، علم مكان للمسمار ودق عليه ببطء جوه الحيطة. ده هياخد وقت طويل. طب لو جربت ده؟ أوبس، شكلها بيبان سهل، لكن الهامر دي تقيلة، فواضح كده إنه بقى فيه فتحة بدل الصورة. أوبس، خمني، أنا لازم أمشي. يا مجرم انت، انت خدعتني، كل اللي عملته انك بوظت حتة واحدة ست عجوزة. حتى ثاندر بوي ممكن يقع في مشكلة بسبب خدمة بسيطة، ده معنى المدرسة القديمة.
أوه، إيه مقلب المهملات ده اللي في الحديقة الخلفية؟ ده مش مشكلة كبيرة، ميجا بوي هينظفه دلوقتي حالاً. وتفضلوا. أيوة، أكيد تنظيف الساحة مش مهم زي إنقاذ العالم. أنت محتاج بس أنك تحرك مكنستك بشكل أسرع. هاتشوف. أوه، أفتكر إن في حاجة غلط تاني. بشكل دقيق، أفتكر إن في حاجة اتحرقت. طيب، إحنا بنكرر نفس الغلط تاني، ده لسه ما عداش فترة اختبارات كفاءته. أيوة، أنت أكيد هتنفصل بسبب ده. حظ سيء. هي مرحلة الأبطال الخارقين انتهت؟ طب وبالنسبة لبطولتهم وإنقاذ البشرية؟ استنوا، أنتوا سمعتوا ده؟ في حد بيطلب المساعدة. لسه ما خسرناش كل حاجة. إيه؟ شعرها اتشبك في فرق؟ مش مهم، إذا كانت مسألة حياة أو موت دي فرصة. إنقاذ العالم هو واجبه. شعرها رجع في مكانه. شكراً، أنت بطلي. بطل؟ أنتوا سمعتوا ده؟ هي قالت بطل. أوه، رغم أنك مش مضطر تبالغ في رد فعلك. آسف، لسه في فرصة الميجا بوي أنه يسترد مكانته. ده هيكون هايل. عجبكم فيديو البطل الخارق؟ أي بطل فيهم تحبوا تشتغلوا معاه؟ وإيه الوظيفة المناسبة لبطل خارق؟ خلونا نعرف في التعليقات. اتأكدوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتنا لو كنتوا جداد، واضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش كل الحاجات الجديدة من تروم تروم سيلكت.